اللي احنا عايزين نقوله للمنتخب ان احنا كلنا وراه. المنتخب مهما كان وحش او مهما كان كويس احنا في ظهر المنتخب، ده منتخب بلادنا وما نقدرش نتخلى عنه ابدا. هو المنتخب يعني باذن الله يعني يحقق اداء كويس في الماتش اللي احنا هنقابله للسنغال. هو المفروض يشد حلو لان السنغال يعني مش منتخب قليل، منتخب سنغال شديد، برضه ساديو ماني وباقي اللعيبه اللي فيه، عندك لعيبه بتلعب في نابولي ولعيبه بتلعب في لاسي اس ميلان، في لعيبه كتير قوي في السنغال شديده. ان شاء الله يعني محمد صلاح يديهم زي ما بيديهم طاقات ايجابيه على طول، اللعيبه تمسك نفسها شويه، مش يوم ما يلعبوا نص ساعه ويرخوا، لا تبقى في تشجيع لبعضيهم زي اللي بيعملوا لعبه مع بعضيهم. هم قد المسؤوليه وهيكسبوا ان شاء الله، هيكسبوا ان شاء الله 2-0 او 3-0 ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله. بس اهم شيء ان هم يركزوا شويه، يعني يلعبوا مثلا بتركيز شويه في الملعب، يقربوا من بعض، يلعبوا بقلب جامد ان شاء الله باذن الله هيكسبوا الماتش ان شاء الله. السنغال فرقه تقيله وكل الناس عارفه ان السنغال فرقه تقيله وكل اللي فيها محترفين يعني، بس احنا لو ركزنا في الملعب ان شاء الله ناخد الماتش ان شاء الله. قال لهم انتوا قدها وعديتوا بصعب اكتر من كده وشرفتونا في المنتخب، وان شاء الله هيكون ماتش حلو علينا. ان شاء الله نكسب الماتش ده، احنا عملنا ماتش حلو الماتش اللي فات، باذن الله الماتش الجاي نقعد زي ما لعبنا الماتش الاولاني وان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله اللعيبه رجاله وهتقدر ان شاء الله تكسب الماتش الجاي، وان شاء الله الهجوم بتاعنا يبقى احسن من اللي كان موجود هنا، ويبقى مصطفى محمد عنده روح اكتر علشان نقدر نفوز ان شاء الله ونوصل لكاس العالم مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله اللعيبه رجاله ومعانا كابتن محمد صلاح نجم كبير، وهيحفظهم وهيوعيهم ازاي كل واحد يمسك واحد. ان شاء الله الماتش اللي جاي المنتخب يعمل اللي عليه، وكفايه التعادل هناك او نتيجه 1-0 مش اكتر من كده. كلهم رجاله، كلنا في ظهركم وربنا معاكم. احنا كلنا بنشجع المنتخب وقلبنا مع المنتخب وعايزين المنتخب يكسب. بالتوفيق وان شاء الله نفوز، و2-0 بالكتير، وان شاء الله صلاح يدخل الهاتريك ان شاء الله بالكتير. ده الجون الاول في كان في الماتش كان حاجه ما شاء الله كويس قوي، والله عجبني اول جون وبالذات ان في مندي يعني، ف ده حاجه تديك طاقه ايجابيه قوي ان المنتخب ان شاء الله يفوز وهينتصر باذن الله في عندهم. ان شاء الله كلنا مع المنتخب بامر الله، وان شاء الله صعد او ما صعدش احنا معاه لاخر نقطه، وان شاء الله ربنا يوفق المنتخب واحنا معاه في ظهره بامر الله، وان شاء الله هنصعد لكاس العالم. منتخبنا الوطني ولازم نشجعه ونقف في ظهره طبعا، وبنقول لهم كونوا رجاله واحنا وراكم وربنا معاكم ان شاء الله باذن الله، وكل التوفيق وكل الدعم لمنتخبنا المصري.